يا حرص الله على التيك توك كل العالم محبوب يا شح كل المواقع عالفيسبوك وعاليوتيوب. جينا اليوم تنغني قصدنا وبملقاك وبتحقق قصدنا ولما عندي ولاد ابو معزوز قصدنا لقينا الغني نغل الرحاب. قال يا ابو احمد يا معزوز ضلك ورد على العين انت حاجب ظلال النور على العين متى ننخاك يوم العون على العين وانت شيال حملي والتعب. فرقة اسناد للامن والحماية تحية كبيرة الامن والحراسات اسناد عاشو. أوصيك يا ولدي وصاتي نتعزك حافظ عليها واحفظ وصاتي حافظ على دينك ربك يجازيك أدي لربك افروض الصلاة. اطلب الرزق من الله يعطيك امشي طريق الحق درب النجاة. الله يا ابوي واستعن بالله ابليس لا يغوي وسوس لآدم نزلوا من الجنات الوسوسة والنميمة لا تبتدي فيك اسلك دروب العز العاليات. اسلك دروب العز العاليات النفس ردنا طراها توديك لدروب المغالق والمتاهات. اكرم لضيفك لما النوب يجيك هلي ورحب وسوي الموجبات وخوي الطيب بالروح يبديك الكرم بالعلوم الطايلات. الرضي وابن الزنا لا تخليه يباريك الرضي وابن الزنا لا تخليه يباريك يعلمك على دروب الفاينات. الله يا ابوي والحر يا ولدي يرافق الديك الحر يا ابني يرافق الديك دايما بروس الجبال العاليات. احترم واحشم حقوق جيرانك ماله عرضا تراها من الموجبات. عيف بنت الردى عيف بنت الردى تبعدك عن غواليك. عيف بنت الردى تبعدك عن غواليك اتعذبك معاها على طول الحياة ودايما الدوم تنزلك ما تعليك. هذه بنت الردى تنزلك ما تعليك ها
بابا طبع الحريم الردياتي خذ بنت الحمولة خذ بنت الأصل اللي تبارك تصبر على مر الليالي الصعبة دي. بنت الحمولة بنت الأصيلة ترفعك ما توطي تعزك على طول العمر وبعد الممات بنت الأصل ترفعك ما توطي تعزك على طول العمر وبعد الممات هذه نصيحة الكل من يعنيك من خبير مارس دروب الحياة. شو رايك؟ وصية مليحة. طيب يا جماعة خلينا نعمر الساحة والحبايب والقرايب ونشوف الأوادم والشباب. ها سمعتهم بيقولوا الوضع بده الوضع شو بده؟ الوضع بده أبو عمار الوضع بده يرجع زمن الختيار اتشتتنا من بعده اتكسمنا واتطلع فينا شو صار جاهزين النشامة على الخشب بدي عمر الساحة يا بدنا نحكي على الوضع صلوا على النبي حبايب مهند حبايب ابو محمد.